أقيمت في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان صلاة وخدمة الشكر المشتركة بين الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية تحت عنوان من النزاع إلى الشراكة معا في الرجاء. ترأسها رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس، والمطران منيب يونان، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور روبرتو كونا، والمطران سليم الصايغ، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة والراهبات، وجمع من المؤمنين. وفي كلمة ألقاها بالحاضرين قال راعي الكنيسة القس سامر عازر: إننا مدعوون جميعا أن نكون رعاة صالحين متصالحين مع أنفسنا وبعضنا بعضا ومع الله لخدمة الرعية وكل الناس. استطعنا أن ننظر إلى الماضي برؤية جديدة، ليس فقط إلى الأمور التي تفرق، إنما أيضا إلى الأمور التي تجمع. ما هو غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، كما قال الملاك للعذراء مريم. وأوضح المدبر الرسولي بيتسابالا في عظته أن هذه الصلاة هي الأولى من نوعها في الأردن، مؤكدا أنه يجب أن نبقى متحدين مع المسيح، فنحن رسله أرسلنا إلى العالم لمواصلة عمل خلاصه. And the unity is the first testimony we have to give as Christians to our societies. وقال المطران منيب يونان في كلمته: هذا هو يوم الوحدة، هذا هو يوم فرح وابتهاج، مضيفا أن الحركة المسكونية اليوم هي ليست مبنية على الحوار اللاهوتي فحسب، إنما هي مبنية على الصداقة والثقة، حتى نرسل رسالة بأن الكنائس المسيحية هي واحدة، لها شهادة واحدة، مسيح واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. ولهذا السبب المسيح يدعونا اليوم في الشرق الأوسط لنتوحد، وأيضا نرسل رسالة لأولئك المتعصبين المتطرفين الذين يعيشون في الماضي، يعيشون ويروجون الطائفية، بأن الإيمان بيسوع المسيح هو ضد أي طائفية، ضد أي عنصرية، ضد أي تمييز. إنما نحن مدعوون اليوم في كل كنيسة أن نرى وجه المسيح في الكنيسة الأخرى، لأن الكنيسة الأخرى هي جسد، هي جزء لا يتجزأ من جسد المسيح، والمسيح هو رأسنا جميعا. اليوم في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية هو حدث تاريخي عالمي، ليس فقط محلي بل هو عالمي لكل الكنائس اللوثرية والكنائس الكاثوليكية عامة والكنائس المحلية خاصة، إنما هو بجسد روح الوحدة، روح الوئام بين الكنائس، إنما هي جسد واحد وهو جسد يسوع المسيح، لكن بطقوس مختلفة، وما هي إلا غنى، والتنوع هو غنى للمسيحية. فنحن كلنا مبسوطين على هذا الوثاق بين الكنيستين، وإن شاء الله ينتشر هذا الوحدة وهذه الخطوات لباقي الكنائس المسكونية. ويأتي هذا الاحتفال كشكر للتقارب الذي تم بين الكنيسة الكاثوليكية واللوثرية بفضل 50 عاماً من الحوار المسكوني، وامتداداً للصلاة المشتركة لإحياء ذكرى 500 عام للإصلاح الذي تم في كاتدرائية لوند في السويد في تشرين أول الماضي بين قداسة البابا فرانسيس وسيادة المطران منيب يونان والقسيس مارتن يونغا الأمين العام للاتحاد اللوثري العالمي.